ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار؟ الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ الله عاجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا يعني انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهنديلك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحسابه؟ اخو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه قراب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سوى 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 كل. اهلا اهلا ولا اهلا ولا سهلا، انت خليت فيها اهلانات. قال ايه بس فيه ايه؟ لا ما اذا كنت هتعمل لي قمع. لا 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 لا، ده احنا قمع برضه. قال ايه معي وناس ايه؟ مالك واخدني على مشمي كده؟ هو انا عملت حاجه؟ ايه اللي عملت حاجه؟ ايه وعملت حاجه؟ رحت وقلت عدولي وانا يوماتي على الله جايه رايحه على هنا لما لضتني. اوعى تكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكوا دي. تسمح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني، اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ أنا بشتغل مستثمر. اجنبي؟ ده منظر واحد اجنبي؟ اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه اعمال حره يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه؟ يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا لا لا، شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه لا انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجه، انا شوفت حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. ما تقوليش حاجه بقى، مش واخد فلوس، مش واخد فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوانه في سلوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. الهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ ده مفيش زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك
بتشوف ولا ايه؟ قال لا، لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش، انا من عيله كلها تعمى لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجله، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الله ربنا يكرمك. الله دولار ايجيبسان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت، وهينزل بكره ان شاء الله. اعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي، 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش، 35,000 جنيه للشقه. الو، اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معوحه كتير. بوضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجه تحت؟ اه، بيغسلوا سلم العماره النهارده. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوه دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده، كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشر نفسه.